السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي. اليوم سأقدم لكم طريقة تحضير وجبة متكاملة من سلطة وطبق أساسي وديسير وعصير في مدة جد وجيزة، مدة تقريبا 20 إلى 25 دقيقة. فكيف ما كتلاحظوا معايا فهذه الوجبة صحية كثيرا بنظرا لمكوناتها وجد سريعة، وكذلك المنظر ديالها جد رائع. نمر مع التعرف على المكونات والخطوات. سنحتاج الى 250 غرام من لسان الطير او لسان العصفور، انا اختاريت ذات الحجم الصغير. لدينا قطعة من الدجاج مقطعة الى قطع جد صغيرة، ملعقة كبيرة مملوءة من مركز الطماطم، حبة طماطم كبيرة. بالنسبة للتوابل لدينا ملح، كركم، فلفل اسود، سكينجبير، ونصف من كنور الدجاج. فبالنسبة لكنور فهذه تبقى اختيارية لأن العديد من الناس لا يحبون استعمالها. 3 فصوص من الثوم، بصلة متوسطة مفرومة ناعما، ومعدنوس مفروم كذلك. وسنحتاج إلى 0.5 لتر من الماء وزيت زيتون. نمر الآن إلى التحضير. أول شيء سنبدأ به، سنأخذ طنجرة الضغط. أنا هنا سأستعمل الحجم الصغير لأنني سأقوم بتحضير كمية قليلة. وسنبدأ بحك الطماطم، والآن سنضيف إليها ملعقة كبيرة من مركز الطماطم، ثم سنضيف إليهم البصل والمعدنوس المفروم. ثم قطع الدجاج والتوابل. وبالنسبة لكنور سنقوم بتفتيتها باليد قليلا. والآن سنضيف فصوص الثوم وتقريبا 3 ملاعق كبيرة من الزيت. في هذه الأثناء سنضيف لسان الطير، ثم 0.5 لتر من الماء. فبالنسبة لكمية لسان الطير والدجاج فيمكنك مضاعفة الكمية بطبيعة الحال، لأنني هذه الوجبة أحضرها فقط لشخصين. والآن سنقوم بدمج هذه المكونات جيدا، ثم سنقوم بغلق طنجرة الضغط وسنضعها فوق النار لمدة 10 دقائق تقريبا. وفي هذه الأثناء سنمر إلى تحضير الديسير والسلطة. سنمر الآن إلى تحضير الفلان. سنحتاج إلى 0.5 لتر من الحليب، ملعقتين كبيرتان من السكر، وهنا كيس من فلان أي نكهة تفضلين، الفانيلا أو الكراميل أو الشوكولاتة. أول شيء سنقوم بإضافة كيس فلان إلى الحليب، ثم سنضيف إليه السكر، وسنقوم بدمج العناصر جيدا قبل أن نقوم بوضعها على النار. الآن سأقوم بوضعه على النار لمدة 4 إلى 5 دقائق، بعدها سنمر إلى سكبه في الأكواب. بعدما قمت بإزالة فلان من على النار، الآن سنأخذ كؤوس التقديم وسنبدأ بوضع فلان بهم. والآن سنقوم بإدخالهم إلى الثلاجة حتى يبرد ويتماسك جيدا، وسنمر إلى تحضير السلطة. وبالنسبة للسلطة سنحتاج إلى قليل من أوراق الخس، قطعة من الخيار، حبة من الطماطم، قليل من المعدنوس. هنا لدينا ملعقة كبيرة من الخل الأبيض، يمكنك تعويضها بملعقة كبيرة من عصير الحامض أي الليمون، قليل من الملح والفلفل الأسود وزيت الزيتون. نمر الآن إلى تحضير السلطة.
اول شيء سنبدا به هو تقطيع الخضار الى اجزاء جد صغيره. بعدما انتهيت ساضع الخس في اناء وسامر الى المعدنوس. سأضعه جانبا كذلك مع الخس. سأمر الآن إلى تقشير الخيار. سأقوم كذلك بتقطيعه إلى أجزاء رقيقة. وسأضيفه إلى الإناء. سنمر الآن إلى تنظيف أو تقشير الطماطم. سأقوم بتقطيعها إلى أجزاء رقيقة كذلك. بعدما انتهيت من تقطيع جميع مكونات السلطة، الآن سأقوم بإضافة الفلفل الأسود والملح وملعقة كبيرة من الخل وملعقة كبيرة من زيت الزيتون. سأقوم بدمج الكل جيدا. والآن سأتركها جانبا إلى حين التقديم. وسنمر إلى تقطيع البطيخ. سنأخذ نصف قطعة من البطيخ أو المعروف بالشمام، وسنقوم بتقسيمها إلى جزئين متساويين، ثم سأحاول فصلها عن القشرة. سأبدأ بتقطيعها إلى أجزاء. سأخرج الجوانب هكذا. على هذا الشكل. وسأمر لعمل نفس الطريقة بالنسبة للجزء الثاني. بعدما انتهيت الآن سأتركه جانبا. وسنمر إلى قلب فلون. بعدما قمت بإخراجه من الثلاجة، أول شيء سأخذه وسأقوم بضربه قليلا باليد حتى يسهل علينا قلبه. ثم سنأخذ سكين رقيق وسنحاول إزالة الجوانب ببطء حتى يحتفظ على شكله. والآن سأحاول زينه من الفوق بحبيبات الشوكولاتة. هكذا. وسنقوم بوضع قطعة البطيخ جانبه على هذا الشكل. وسنقوم بنفس الطريقة بالنسبة للطبق الآخر. بعدما نضج لسان الطير، الآن سنمر إلى عملية تقديمه. سنأخذ طبق على هذا الشكل. سنقوم بوضع لسان الطير فيه. ثم سنحاول تبسيطه بالملعقة قليلا. وبعدها سنأخذ طبق التقديم. سنقوم بقلبه هكذا. نحاول جمع الجوانب
وسنقوم بنفس العملية بالنسبة للطبق الثاني. وسنمر الآن إلى تحضير العصير الذي سنقوم بتحضيره بكأس كبير من عصير البرتقال وقليل من الشمندر أي الباربا مسلوقة وملعقتان كبيرتان من السكر. نمر الآن إلى طحن العصير. في الطحال الكهربائي سنقوم بورق الباربا ثم سنضيف إليها عصير البرتقال والسكر. سنقوم بطحن الكل. بعدما انتهيت من تحضير وتقديم جميع مكونات وجبتنا لهذا اليوم، كتجي هذه هي الأشكال ديالها. هذا هو الطبق الذي قمنا بتحضيره بلسان الطير والدجاج، فالتقديم جد بسيط وجميل في نفس الوقت. هذه هي السلطة وعصير الباربا والبرتقال، وكيجي هذا هو شكل الدسير الذي قمنا بتحضيره. كيفما تابعتوا معايا فالطريقة جد بسيطة وسهلة، وكذلك ما كتاخدش كثير من الوقت لتحضير جميع هذه الأطباق، وأهم شيء أنها صحية كثيرا وغنية بالفوائد. نتمنى وصفات اليوم يكونوا نالوا إعجابكم وتجربوهم إن شاء الله، ولا تنسوا الضغط على زر أعجبني وترك تعليقاتكم واقتراحاتكم. شكرا على المشاهدة وإلى اللقاء.